كان عمر بن عبد العزيز قد أمر أن من له مظلمة في أي مكان أن يأتيه ويطلعه عليها حتى ينصفه، فأقبل رجل من أهل اليمن عليه ثوبان قطريان إلى عمر بن عبد العزيز، فلقي عمر وهو على بغل له، فقال له: أمرت حران مظلوما ليأتيكم؟ فقد أتاك بعيد الدار مظلوم. فلما سمعها عمر نزل عن بغلته فقال له: ما ظلامتك؟ فقال: أرض اغتصبها الوليد وسليمان ابن عبد الملك. قال: ألك بذلك بينة؟ قال: نعم. فقال: يا غلام، اكتب له إلى صاحب اليمن أن يدعوه ببينته، فإن أحضر بينته سلم إليه أرضه. فلما ولى عنه دعا به فقال له: هل نقب لك بعير أو أخلق لك ثوب؟ قال: نعم. فحسب ذلك فبلغ 20 دينارا فأمر له بها من بيت المال. وهكذا كان يعوض صاحب المظلمة على ما لاقاه في سفره من تعب وعنت ومشقة وغير ذلك مما خسره في سبيل هذا السفر.